ما أكثر الأصحاب حين تعدهم، لكنهم في النائبات قليلو. مثل يسقط على الحالة التي تمر بها المسجونة منى الإمام بعد تخلي أصدقائها وصديقاتها عنها في محنتها، ولو بمنشور مساندة بسيط عبر السوشيال ميديا، خوفا من أن يشملهم التحقيق في قضيتها. ولعل هذا ما عبرت عنه أختها سيليا عبر ستوري في صفحتها على الإنستغرام عندما قالت: إيه يا أختي، بتشوفي أحبابك وحباباتك اللي كنت تموتي عليهم وتدعميهم، إن شاء الله خارجة طب ولمبات نوريهم لك بالواحد وبالوحدة، واحد مسقص عليك، واحد محن عليك. لكن الاستثناء الوحيد هي المؤثرة والفنانة نوميديا الزول، التي تضامنت مع منى وتمنت أن يفرج عليها في القريب العاجل، لأنها مرت بنفس المرحلة مع اختلاف في التهمة، وأكدت أن السجن مرعب للرجال، فما بالك لفتاة شابة في مقتبل العمر مليئة بالحيوية، وعليها أن تتحلى بالشجاعة والمقاومة، لأن أصعب فترة ليست الدخول إلى السجن، بل كيفية التعامل مع الحياة عند الخروج منه. وطمأنت نوميديا عائلة منى الإمام بأنها أوصت عليها خيرا عاملات سجن القلعة التي تعاملنا معها سابقا بكل طيبة، واختتمت حديثها بعبارة: محنة وتجوز.